هاي لا انت ما كتبش نفسخك مش نلحيك من مش نلحيك من الفيلم انت ما تفسخ فيا صباح صباح تعمل ربي يا توفيق وثق وثق قال لي قال لي بعدهمش عندهم ضربين شخص غادي والله وثق المزيرة هاي المزيرة تاع الكلية تاكل تاكل هذيك وزارة التعليم العالي تحت بودرن هاي ضيوفنا الكرام، زميلاتي وزملائي، طلبتنا الاعزاء، عملت الكلية وإداريها وموظفيها، السيد والي منوبة، سعادة سفير الهند بتونس، سعادة سفير أفريقيا الجنوبية بتونس، سعادة سفير صربيا بتونس، السيدة نائبة مبروكة باكا إبراهيمي، زوجة الشهيد محمد إبراهيمي. مرحبا بكم جميعا، كل يمثل قطاع احزابه اطراف مكونات المجتمع المدني. نلتقي اليوم في هذه المناسبه بمناسبه اليوم العالمي لمناهضه العنف، نلتقي يعني مرفعاتنا، وهذا اليوم تم اقراره من طرف منظمه الامم المتحده في سنه 2007 ويوافق يوم ميلاد الزعيم الهندي والعالمي المهاتما غاندي. وأردنا أن يكون احتفالنا بهذا اليوم العالمي يعني يتم فيه التأليف بين الحدث العالمي والقيم العالمية التي يمثلها الزعيم غاندي ومن ضحى بحياته في بلادنا من أجل نفس القيم، قيم الحرية، قيم التسامح. لذلك ألفنا بين ثلاث مبادرات في الحقيقة انطلقت منذ حين في المحاضرة التي ألقتها الزميلة شبانة من الهند، ونواصل اليوم ونواصل الآن هذا الاحتفال هذه الذكرى. أولا سيكون من خلال تدشين التمثال المجسد لشخصية الزعيم غاندي، وهذا التمثال أريد أن أنوه تفضل سفارة الهند بتونس، كما فسروا لنا أن هذا التمثال يهدى من طرف دولة الهند لكل بلد مرة واحدة، ونحن فخورون في هذه الكلية أن يتم منح أو اختيار على كليتنا بأن تحتضن هذا التمثال، ومن خلال التمثال هي القيم التي مثلها الزعيم غاندي. فلذلك تحية لسفارة الهند وفيكم وفخورين، وتعرفوا ان هذا المكان الذي انتم فيه شهد اكثر من معركه من اجل الدفاع عن الحريات الاكاديميه، من اجل الدفاع عن حريه الفكر، عن حريه النقد، على ان تبقى الجامعه حره، يعني تكون فضاء للتسامح، فضاء لتلاحق الافكار. ولذلك نرى ان في هذا المجازر من طرف سفاره الهند هو تقدير من خلال هذا اليوم ومن خلال هذا المشهد لتونس بأكملها. فمرة أخرى أجدد تحياتي لسفير الهند. كذلك أردنا كما قلت أن يكون هذا اليوم هو ضد العنف، لكن هو من أجل المثل التي ناضل من أجلها الشهيد محمد إبراهيمي. وكما تعلمون الكلية كانت تستضاف في سنة 2013 شهر تقريبا بعد استشهاد الزعيم الخالد الآخر شهر بعيد أن منحت له ساحة تحمل اسمه. فلذلك نواصل هذا المسعى في تقدير زعمائنا، في تقدير المثل التي استشهدوا من أجلها. فتخليدا لذلك بعد تدشين تمثال غاندي سيكون تدشين مجسد لثقافة المحبة، لثقافة التسامح على يساري، وهو مهدى أيضا من طرف الفنانة أو الملهمة التونسية إيران والناس يمثل تتراوح القلب. ونواصل هذه السلسلة من التدشينات بحديقة ستخلد نضال وكفاح شهيد تونس
محمد إبراهيم. لن أطيل عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بالصورة الرسمية التي قل ما تلقى في الصورة الرسمية في جامعة بطل الغرش، لكن احنا فخورين بأن سيد هادي النوبة حاضر معنا، ممثلي جامعة النوبة، ممثلي الأحزاب، ممثل لكن الحقيقة لن مخصصة على أي حزب، فكلنا محمد إبراهيمي وكلنا القيم التي كافح من أجلها محمد إبراهيمي، فمرحبا بكم وأغتنم هذه المناسبة لشرطك. تعرفوا منذ أسبوع لم يكن هناك أي شيء هنا، وحتى تقدم الحديقة كانت متأخرة، لكن مناسبة نشكر يعني أعضاء الإدارة خاصة أنيس زيادي وناصر وكل الذين اشتغلوا معه في الكلية من عمل وفي فرصة نشكرهم ديما، لكن فرصة نقول لكم إذا هذا يعني هذا العمل هو بتضافر كل الجاليين وكل موظفي كلية أداة النوبة. شكرا للسورة السيد الوالي، شكرا لمواطنين الأحزاب والمجتمع المدني، ومرة أخرى إن شاء الله نلتقي دائما في مثل هذه الفرص لنذكر بهذه القيم. قبل أن نقوم بالتدشين سأحيل الكلمة لسعادة سفير الهند يريد توجه لكم الكلمة. مرحبا، أنا سأحاول أن أتكلم بالعربي. السيدة عميدة الكلية الوزير السابق ومسؤول البرامج المبادئ المنوبة والسيدة شوهنا سامي الهند وزوجة الشهيد إبراهيمي، شهود الكرام والكرام، سيدتي وسادتي، إنه لشرف عظيم لي أكشف النقاب عن كنت المهاتما غاندي الأول في تونس بمناسبة العام الدولي للاز أنش ولاز ياسوني إلى شكر عميد كلية وجامعة أعضاء هيئة التدريس وبمناسبة لنسبة كنت الواحد من آدم الشخصيات التي شهدها العالم على الإطلاق. شهد العالم عظمى لا يعدون ولا يحسن ممن فازوا في انتصارات عسكرية شهيرة وما ذلك هناك شخص واحد فقط فاز بآدم المعركة في العالم في أجل التحرر ومنح السلطة، وذلك ليس عن طريق شن الحروب بل عن طريق ممارسة السلام. ولم تتضمن ترسنا المحاكمة الغاندي أي أسلحة أو ذخائر بل فقط قوة الحقيقة التي وصفها بأنها قوة ولدت من حقيقة والحب للأنش، وتم إشعال شرارة كان لها دور كبير في تغيير مسار التاريخ العالمي عندما ترد مهاتما غاندي من قطاع متحرك في مهتة لسكة حديدة في جنوب أفريقا في يوم 7 يون عام 1883. سيداتي وسيداتي، مهاتما غاندي هو مزيج مثالي من العدد من صفات الملهمة، فهو يحترم التقاليد، ذلك كان شخصا حائرا. آدم درس من دروس
مسمى سمعت غاندي الذي العالم هو السالم والمحبة. الصراعات يمكن حلها ويمكن انتباع الانسواء بطرق سلمية. يجب أن تكون لدينا شجاعة وقوة العمل لكي نسير على خطوة. وأخيرا يهدني الأمل في أن العالم سوف يهتدون حقيقة وعمل غاندي وسيتم الاقتداء بدروس المفيدة حتى في تونس. وإنني على ثقة بأن منارة السلام وهذه ستكون قوة كافية للجامعة الأخرى في جامعة منوبة للمدعيس تضمن. شكرا جزيلا. شكرا صاحب السفير. كان فسخانة برشا وشمس. بنتمر مباشرة من